اسمي عبد الرزاق النيلي، مهندس أشغال دولة بديوان أراضي الدولة. في حالة اعتصام وإضراب جوع منذ يوم 3/9/2014. السبب أنه الإنسان يتغبن في عهد بن علي، وبعد الثورة يظلي باش يواصلوا سادة يغبنونها. لأنه أنا من الناس اللي راجعيني إلى سالف العمل في نطاق العفو العام. يبقى الحالة مثلا احنا الناس اللي رجعنا في العفو العام رجعنا في أوتلة، لأنه ما عندناش شهادة العفو العام. الناس احنا دخلونا للداخلية، استدعونا في 94 في الداخلية، عذبونا شهر ونص وقالوا برا روح تخرج تلقى روحك مطرد من الشغل، مرمي في الشارع، من مفكوك الباسبور نتاعك. اليوم العفو العام فيه ثلاثة مراحل، هي الرجوع للعمل، التنظير، وجبر الأضرار. المرحلة الثانية التنظير أنا ما تمتعتش بها، يعني لأن السبب انك ما عندكش شهاده العفو العام. هي شهاده العفو العام طلبتها قبل. السؤال اللي طرح كيفاش اللجنه قبلتني في ورجعتني في العفو العام، واللجنه الثانيه هذه ما مش معترفه بنتائج اللجنه الاولى. المطلوب هو انه اللجان هذه اللي موجوده في وزاره الفلاحه وفي الوزاره الاولى تنظرنا في الموضوع وتمتعني بالتنظير كبقيه الناس اللي راجعه في نطاق العفو العام.